السلام عليكم، معكم جيم جزائر 57. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سارة الآن اللي راح تتحدث عن أحد الخونة اللي مخبيين باسم قناة في اليوتيوب اسمها خنساء روبيل وباسم ابن العاصمة على الانستغرام. آية الآن نقولوا ما هي حقيقته ومن هم وراءه. إذا يا الخنساء، يا ابن العاصمة، إذا يا من تدعي التقات وتدعي الدين وتدعي الإسلام وراك حشمان من الناس من فضيحة سارة اللي فضحتك وتحاول تخبيها بكلش علي القرآن، يعني الله اللي خلق ما حشمش منه، ما خفت، ما عطيتلوش اعتبار، وخايف الناس لا يعرفوا حقيقتك وش راك تدير ولمن راك تنتمي، وانك خدام الزنات وانك خدام الاباحيين. هاد الناس هادو لازم الشعب الجزائري يفهم باللي هادو ما عندهمش الثقافه تاعهم. الله 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 دقه 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 دقه. ومبادئ تاعهم هما مبنيه على العلمانيه، ولازم الناس يبداو يعرفوا شنو هي العلمانيه. بون حنا نبداو نكشفوا في الاوراق تاعهم. دو القران ما تحشمش على عرضك. شكون اللي كان يبعث لي انا؟ شكون اللي بعث لي على الخاص رسائل الحب والعشق؟ شكون اللي كان يبعث لي رسائل الخماج؟ شكون اللي كان يخرج للناس بفيديوهات قال الله وقال الرسول وراو تسب في القبائل وتسب في الامازيغ انهم علمانيين وانهم الزنات وانهم اصحاب الفاحشه والمجون، وانت وش كنت تدير؟ ماذا كنت تبعث لساره عبر المسنجر؟ ماذا كنت تبعث ايها الخائن، ايها الفاجر، ايها الفاسق، ايها المنافق؟ هي الورقه الاولى تاعهم اللي طاحت اللي سقطت اللي ظهرت هي تاع المجلس التاسيسي والمرحله الانتقاليه، والحمد لله رانا نشوفوا بلي الشعب الجزائري يعني بفضل الغمباريين هذوما وعاو الشعب الجزائري وشنو هي المرحله الانتقاليه وشنو هما المجلس التاسيسي اللي يكون فيه مجلس تشريعي ويخلطوا في الدستور. المهم المشاكل هذوما وهذه المجالس كلها تدي البلاد للفوضى. هذه الورقه هذه اللي كانوا يلعبوا بها الحمد لله دوكا تكشفت وبزاف ناس فاقول هذه الورقه. هنا النصيحة اللي نقدمها للشعب الجزائري، لازم الشعب يتكل على ربي ويتكل على نفسه، ما تتكلوا على حتى واحد. أغلبية السياسيين أو في الساحة السياسية انتهازيين، ناس تاع مصالحهم. راح نغتصبوا التاريخ تاعنا، راح نغتصبوا الأصل تاعنا. هاد الناس دعاة الأمازيغ يا شياطين بني صهيون، ما قدروش ليومنا هذا يجيبوا أدلة أن هاد الراسة تكزيستي. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. صمود الأمازيغ عبر القرون، صمود الأمازيغ عبر القرون، غزا النيرات وراع النجوم، وكم أزعجوا نائبات الليالي، وكم دوخوا المستبد الظلوم. وما يقدروش يجيبوا أدلة. قبائل يعني كيف لغتنا؟ انا امازيغي، انا جدودي من زمان يتكلموا الامازيغي ويكتبوها، ما كانوا يكتبوا لانه هما
سباق عارفين بلي هادو صحاب المشروع تاع تامازغا هما الماسونيين الصهيونيين. يعني انتم ما تجي في بالكم واحد جا من الدشره يقدر يدير مشروع كيما هذا وكان ماشي موراه ناس للدول عظمى؟ وحنا لازم نثيقوا في الله عز وجل ونوقفوا هذا المشروع. حنا صح الامكانيات تاعنا ضعيفه، لكن نشر الوعي هذا راهو امر عظيم ويعتبر قوه رهيلك في يدينا. ولازم الشعب الجزائري يامن باللي هادو دعاة الأمازيغية هم حزب الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك. فغايا جراد ثامورتي والخير دو في غزك يا محا ماذا القاضي كي الزمزم هودنا عقل ما يصحى غاية جراد ثامورتي الخير دور يغزك يمحى ماذا القاضي كي الزمزن ودنا عقل ما يصحى السقفيك يشطح يا عرام يا الثما طالت سروب موث خربن الخيوط ذب الزطام لي سرور ذي بدر خسرود اي سيدور ذي برنالام وذنا يديا جون تسود فقط سن ثير جم خلفام فغايا جراد ثامردي الخير ماذا القاضي كي الزمزن هودنا عقل ما يصحى وين رات يفرون ولا الشيخ وض يمشو بك يغفيس سبوغي لي ففسدن وراش وريع قيل ما فاسميس شارن في القوم من 14 وانديت الدونة كثريس وكلا نمسدني ذكراش احسبي هو جرى مضيقيس فغاية جرى ذتا مرتي الخير دو في غزك يمحى ماذا القاضي كي الزمزم هودنا عقل ما يصحى